ده برنس طفل. حقيقي قصر يعني قصر تحفه الحقيقه. كان نفسي ابقى عايش في الجيل ده، في الوقت ده، في الزمن ده، في الزمن ده، بدل ما احنا دلوقتي كله بقى وحش، ما بقاش جميل زي الاول. ايه رايك انطباعك ايه على القصر؟ الحب ما بقاش حلو زي الاول. الحب ما بقاش حلو؟ لا. لكن يعني عمر الشريف رومانسي؟ طبعك رومانسي؟ انا طبعي رومانسي، انا احب الحب بكل انواعه، يعني مش بس الحب بين الراجل والست. أيوه. الحب بين الاب والابن والحفيد. دلوقتي اصلي كبرت وعندي احفاد بحبهم قوي، فده عيد الحب بالنسبه لي. احب ابني واحب احفاد واحب الناس اللي حواليا واحب الاخرين، كل الناس، الود بين الناس والمحبه، الواحد لازم يقبل كل الناس ويحب كل الناس. ده احلى حاجه في العيد ده، هو الرموز بتاعه الحب. ايه رايك في القصر اول مره تيجي تزوره؟ القصر ده جميل. ايه رايك؟ ايه اللي عجبك هنا في القصر؟ لا ده 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 تحفه، ده قصر هايل، من اجمل الاصول الموجوده في مصر. والوقت ده كان في كل المنطقه دي اللي فيها القصر ده. كنت وانت انت يعني ما كنتش عايش وانت صغير بعيد، كنت في عابدين، ما كانش بعيد عن السيده زينب. ايوه بس انا مولود في اسكندريه، وبعدين جيت مصر كان عندي 4 سنين. فيعني اقدر اقول ان انا مصراوي اكتر. مصراوي اكتر يعني. مصراوي. بس اسكندريه برضو ليها ذكريات حلوه عندك طبعاً. يعني آه. دايما كلام على اسكندريه بيبقى كتير. دايما هناك ونقضي الصيف، كان عندنا شقه هناك في اسكندريه، ونقضي كل سنه الصيف هناك. واجمل ما في ليله الحب النهارده بجد زي ما قلنا ان انت منورنا. عايز اعرفك، خليني سريعا جدا اقول لك القصر فيه ايه. طبعا زي ما انت شايف الفرقه الكبيره اول مره بتنضم على فكره للقصر، وبنحييهم جدا، والمايسترو الجميل دكتور علاء ياسين منورنا جميعا. وبجد القصر هيبقى فيه موسيقى رائعه النهارده، كل سنه وانتم طيبين جميعا. يعني الكورنر اللي انت شايفه هناك ده فيه طباخ القصر، وشيف حسنين ده بيقدم احلى الاكلات. النهارده هتدوق من ايده حاجه حلوه قوي، مش عارفه هو اكيد عامل لك مفاجاه هيبدا الله. فيها حالا وهنشوف هيعمل ايه. التنوره، ده راقص التنوره الشهير دايما موجود معانا، بيرقص دايما على الهوا، والنار ده فعلا بيقدم كل الشو بتاعه على الهوا كده. ده تحيه طبعا لفناننا عمر الشريف، والحراس دايما موجودين في القصر فوق بيحرسوك على طول. هنعيش ليله جميله، هنحاول نفكرك فيها بحاجات كتير زي ما بنقول الرومانسيه. هل انت حاسس انه الافلام اللي انت قدمت فيها رومانسيه هي فيها جزء من شخصيه عمر الشريف، ولا زي ما بنقول ده كان مجرد تمثيل؟ لا طبعا انا فعلا رومانسي طبعا، يعني من يوم ما اتولدت تقريبا كنت بحب امي. اول واحده حبيتها في حياتي والدتي. كنت بحبها حب جنوني، وهي كمان كانت بتحبني، هي كانت بتحب كبير قوي. وبعدين شويه ابتديت احب. وعلى فكره هي كانت مؤمنه ان انت لازم هتبقى حاجه كبيره قوي. دي قررت، مش كانت مؤمنه، قررت ان انا لازم من بدري ابقى اجمل واحد واشهر واحد في العالم. هي قررت كده. كانت كده هو مخها كده. بس لا ده احساسها. كانت بتضربني عشان كل ما اغلط اي غلطه تضربني عشان كل ما تاكل اطلع كويس. وبعدين لما تخنت بقى زعلت قوي. انا عجبتني جدا لما تخنت قررت توديك مدرسه اكلها وحش انجليزي عشان الاكل بتاعهم مش هيعجبك. اوحش اكل في العالم عند الانجليز. وديت داخليه خسيت وتعلمت انجليزي، وكان في مسرح في المدرسه. ولعبت ادوار في المسرح ده، وحبيت عشقت التمثيل. وعشان كده بقيت ممثل. والمدرسه كمان كانت فتحت خير عليك، هنقول ليه بعد كده. لان زملائك هم اللي كانوا بعد كده قدرت ان انت تعيش معاهم، يوسف شاهين وصلاح سليم. أيوة. وأحمد رمزي وغيرهم، وحنتكلم عليهم. بس عايز أفكرك بمشهد. أيوة. إحنا النهاردة في ليلة رومانسية. أيوة. وقررنا ناخدك في القصر وتعيش معانا الليلة دي، هتنسى شوية ونرجع مع بعض. تيجي نشوف المشهد ده مع بعض. أيوة. تعالى كده نشوفه، نشوف المشهد ده إيه. جميل إن إحنا نعيش معاكم ليلة حب مع، يعني مش عايز أقول نجم، بطل، برنس من عالم الرومانسية الجميل. نرجع تاني لعالم الرومانسية. اللون الأحمر بالنسبة لك لون بتحبه؟ بتحب اللون الأحمر؟ الورد الأحمر ده هو بيوحي بالحب. كم مرة بقى قدمت ورد أحمر؟ مرة واحدة. مرة واحدة؟ أقدر أعرفها؟ أنا حبيت مرة واحدة بس. مرة واحدة بس؟ بس. بجد؟ والله. وكل الوقت ده ما حصلش أي أحسن حب؟ أحسن أحسن، ما الواحد لما يحب مرة واحدة يحب بجد مش بهزار. يعني أنت مؤمن إن الإنسان ما بيحبش أكتر من مرة؟ في ناس بتحبه اكتر من مرة. انا الحقيقه عشان سافرت كتير وقعدت في الخارج كتير، في امريكا وفي فرنسا وفي بلاد بره، ما بحبش
البنات او الستات بتوع الاجانب قوي يعني. انا انا لو كنت قعدت في مصر على طول كنت اكيد حبيت حد تاني كمان يعني. شرقي جدا بطبعك. احب يعني احب الست المصريه بالذات لان عادتها مختلفه والاسلوب الكلام وطريقه المعامله والحاجات دي يعني بتهمني قوي. ونفس النكت احنا بنقول نفس النكت ونفس وبنضحك على نفس الاشياء. ممكن اعدل لك الورده؟ احنا بنتكلم عن الحب. يا حبيبتي. طيب عاجبني جدا الكلام يعني. انت ال 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 الست المصرية دايما كانت بتاخد اهتمامك اكتر عشان او اقرب لقلبك عشان متعود عليها. متعود عليها يعني. غالبا لو كنت اتولدت في فرنسا رغم انك عشت فترة طويلة قابلت نجمات كنت خلاص وعشت كبير. مشاهد حب يعني قلنا ده اكيد حب صوفيا لورين. لا ده حب يعني كل حد كنا اتصاحبت معهم يعني كانوا أصدقاء. طبعا كل اللي بتمثل قصاد الواحد بيبقى في علاقة كده صداقة لان بنقعد 3 اشهر 4 شهور نمثل في فيلم ونشوف بعض كل يوم. وبعدين مشاهد حب تعملي مشاهد حب مثلا من 8 الصبح ل 6 مساء وبعدين قال خلاص تقفلي الحنفية بتاعت الحب وخلص الحب خلاص الحب تروحي البيت وخلاص تنسي خلاص مفيش صعب. فبيفضل حاجة شيء من العلاقة دي اللي حصلت على البلاتو على الشغل في أثناء الشغل بيفضل حاجة صغيرة كده دايما. انت متربي على عبد الحليم وام كلثوم فكنت عايز يعني دايما هو ده اللي يداعب مشاعرك حتى وانت هناك يعني. بحب الاغاني دي خالص بحب الوقت ده. اصل الوقت ده ما كانش فيه تلفزيون. ما تنسيش ان الواحد كان مثلا ام كلثوم بالذات كنا بنجهز نفسنا كل اول يوم خميس في الشهر مش عارفين هتقول ايه ومش عارف منتظرين مش يعني عارفين نشوف هي هتغني ايه ولا الكلام. فبنقعد بقى من الصبح نقعد نجهز نفسنا نقعد يعني قعدات ونقعد اللي بيدخن يدخن والحاجات بقى الحاجات الواحد يوضب نفسه عشان يبقى. كنت بتفتقد الحاجات دي لما عشت فترة طويلة بره؟ كنت بتفتقد الحاجات دي لما عشت؟ انا عارفة انا حظي كويس ان ما كانش فيه التلفزيون لما كنت صغير لاني كنت مضطر اقرا. ما كانش عندنا حاجة تانية تسلينا غير القراية والقراية دي مهمة قوي طبعا علمتني حاجات كتيرة قوي. الحمد لله جت التلفزيون كان عندي 29 سنة 28 سنة في سنة 60 كنت خلاص كبير يعني. وسافرت بعدها على طول على بلاد بره على أمريكا وعملت أفلام كتير فما لحقتش بقى تعرف. طيب أنت عارف الناس قد إيه بيحبوك وقد إيه أنت على قد ما أنت نجم عالمي ومشهور بس بيحسوا إن أنت واحد منهم وقريب منهم. تحب تسمع قالوا لك إيه؟ كل واحد ليه أسئلة وكل واحد عايز يقول لك حاجات. إن شاء الله خير. نسمعها مع بعض. إن شاء الله خير. نسمعها مع بعض. الكلام الجميل اللي سمعناه ده من الناس سألوك أسئلة كتير قوي 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 يعني. تحب تجاوب على إيه؟ أقول لك على كل الأسئلة مرة واحدة. بص حاولت. مرة واحدة. أوكي. أنا حاولت في المسلسل بتاع اللي عملته ده في رمضان اللي فات. حنان وحنان. أنا أفهم اللي حصل لي إيه في حياتي. أنا سافرت الحمد لله ونجحت برا. وكل حاجة إنما كانت وحشاني مصر بشكل غريب خالص. وليه ما كنتش برجع كتير؟ قعدت 13 سنة ما رجعتش. لأن كان في أيامها حاجة اسمها تأشيرة الخروج. وأنا كنت عندي عقود بره أفلام أمريكاني وأفلام إنجليزي وحاجات من دي. فكان مش ما بيسيبونيش أرجع يخافوا إن أنا بعدين ما يطلعونيش من مصر ما يدونيش تأشيرة الخروج دي اللي كان لازم عشان يخرج الواحد. فقعدت هناك. أولاً بطلت أشوف ستات مصريات كله أجانب فدول ما قدرتش أحب فيهم. ما قدرتش أتجوز واحد سأل ليه ما اتجوزتش ما قدرتش أتجوز لأني ما حبيتش واحدة هناك. ليه قعدت مدة طويلة عشان السبب اللي قلت عليه. فكان عندي الحنين لبلدي بشكل غريب خالص. انت وطني جدا. فلذلك عملت المسلسل ده كان بس عشان اعبر عن شعوري عن الحنين اللي جواك. وان الواحد عايز يربي ولاده في مصر مش عايز يربيهم بره. مش عايز اتجوز واحده من بره واربي عيالي بره. عايز اربيهم في مصر. كنت يعني كنت حاسس ان وجودك بره ده فتره شغل لكن قلبك وحياتك وحنينك هنا في مصر كل حاجة. وتعرض عليا كذا جواز سفر كذا جنسيه يقولوا لي ما تدفعش ضرائب ولا حاجه مونت كارلو. طبيعي ان احنا كنا نعرف ممكن قال لي هديك جواز وما تدفعش ضرائب عايز تبقى مصري فقط. انا مش هغير الجواز بتاعي ابدا ومش عايز جنسيه مزدوجه مزدوجه.
فخليت الجواز بتاع ده، مع ان ده الفيزات طول الوقت اي اي حته لازم اروحها لازم فيزا. فيزا صح، وكان ممكن تريحك. الدفتر بيخلص بسرعه خالص، بدفع 120 يوم مش مهم الدفتر يخلص، لكن تفضل مصري الجنسيه. انا بحب مصر. ايه الحب فكرة الجميل ده والكلام الجميل ده؟ متربي فيها واصحابي فيها واحبابي فيها، كل الناس اللي بحبهم موجودين واحنا فيها، كنا مستنيينك هنا في الشعب. انا فرحت في الماتش بتاعنا لما كسبنا كاس افريقيا ده بشكل غريب، لان عرفت فرحه المصريين هتبقى كبيره قد ايه. شفت شكلها كان حلو ازاي؟ انا هنيت نفسي كمان، ما نزلتش يعني الشعب. وما نزلتش تزمر معاهم بقى لا ده كان زحمه خالص. انا قعدت في البيت، كنت قعدت جايب اصحابي بقى في البيت وقعدنا نهيص في البيت. كنت مبسوط وفرحان وبنزمر وبنعمل ولابسين وماسكين رايات وبتاع. يعني الكلام الجميل ده لازم نقدم لك قدامه مفاجاه جميله. أنا عارفة أن أنت عاشق للفن وعاشق للموسيقى وعاشق للأصوات الرائعة، بتزور مصر اليومين دول، صوت جميل رشيق شجي زي ما بنقول باللغة العربية، بيطربنا يعني موهبة ومطربة جميلة، بتحاول فعلا أنها تأكد كل يوم على موهبتها وصوتها الجميل. أستاذ عمر كان مبسوط قوي قوي قوي، منسجم خالص. ايه رايك؟ ده صوتها جميل. ميرسي يا جميل حقيقي يعني. ميرسي الشرف طبعا. مش صوت يعني من الشرف. انا احب الصوت ده. الصوت انا متربي بقى على عبد الحليم وام كلثوم وفايزه احمد. وفايزه احمد. فايزه احمد قوي. ده انا منورانا حبيبتي، كل سنه وانتي طيبه ومنوره القصر. مشرفني اكون معكم اليوم ومع استاذنا ملك الحب. ملك الحب لسه كنا بنقول. انا جد ملك الحب. ديانا تحب تقولي لمين النهارده كل سنه هو طيب في عيد الحب؟ لكل الناس اللي بحبهم، لان انا عيد الحب ما بحب احتفل فيه بيوم، يعني بحب يكون في حب دايما كل يوم، في حب يكون موجود. فبحب اقول لكل الناس انه ان شاء الله دايما المحبه تضلها بقلبهم، وحبهم لنفسهم ولشغلهم وعملهم خاصه بالفن. يعني بده عطاء كتير وحب. الحقيقه الواحد لازم يعني يبقى نفسه الناس اللي ما بتحبش تحب. يعني عيد الحب ده عايز اقول للناس اللي ما بيحبوش انتوا مضيعين نص عمركم. عليكم انشغالات كتير حلوه. صحيح، يا ريت تحبوا وتحبوا بعض والناس تحب بعضها. يعني خليني ارجع ودايانا كمان نقولها الكلام ده. استاذ عمر اول فيلم مثله عبد الحليم كان ايامنا الحلوه، كان عمر الشريف وعبد الحليم واحمد رمزي. أحمد رمزي. وكنا حاسين بجد ان انتوا ثلاثه اصحاب بتحبوا فعلا. بعض. فاكر فعلا. فاكر الاغاني اللي كانت في الفيلم؟ كنا انتيم خالص. وكنتوا محتضنين عبد الحليم. ده انا عملنا كورس انا واحمد رمزي، كورال لعبد الحليم. كورال. طب انت فاكر الاغاني؟ فاكر كان بيقول الحب حياتي وروحي واقول له ايه. طب ما واحنا نقول تقولها مع ديانا كده. مش يعني غنوه صوت راجل. انا مش حافظها. لا لا بس فاكر الاغاني يعني. بس كنتوا بتعيشوا مع عبد الحليم بروفات الاغاني. كنا بنهزر وبنضحك وكنا بنحب بعض حب فظيع جدا، انا وعبد الحليم واحمد رمزي، احنا الثلاثه كنا يعني اصحاب بجد بره اكتر من اخوات حقيقي. وانا سافرت مع عبد الحليم الله يرحمه في لندن في كل. انا عارفه ان كان كل ما بيتعب كنت بتروح له لندن، بروح بتبقى معاه بروح معاه والعب معاه كومي. اكتر حاجه ينبسط منها نقعد على السجاده بالليل طول الليل نلعب كومي، ولما يغلبني كان يبقى سعيد بشكل غريب خالص. انه غلب برضه عمر الشريف. اكتر حاجه احبها في الدنيا يغلبني في الكومي. وكان رومانسي عبد الحليم جدا، يعني احنا عشنا معاه احلى كمان. صحيح احلى رومانسيه الاغنيه نفسها. علمنا علم الجيل بتاعي علمه الحب. يعني احنا كنا جيل متعودين على ام كلثوم وعبد الوهاب والحب اللي جه عبد الحليم. كان الشاب عبد الحليم بقى. كان النيو ويف يعني الموجه الجديده اللي حصلت في مصر. اللي زي الصغيرين المطربين الصغيرين اللي صوتهم حلو كده. هو كان موسيقار يعني كان طبعًا. بيفهم في الموسيقى كويس قوي، بيفهم وبيحس الموسيقى خالص. ديانا كمان من المطربات اللي يعني بسرعه الصاروخ دخلت الى الوسط بصوتها وموهبتها الجميله، وشايفه ان انت كمان دلوقتي بتشتغلي في الحان كتيره وبتقدمي. كلمينا شويه بالذات السنتين دول بدا بقى شغلك يظهر انت الشخصيه. اكيد يعني شوف الفن عطاء، يعني قد ما عم ندخل فيه وقد ما عم نكتسب منه خبرات،
قد ما في لسه بحس انا لسه ما عملت إشي للفن يعني. الفن الشغله الوحيده اللي ما بتقدري توقفي عنها او تحسي انه انت خلصتي زي الجامعه مثلا، انه خلصتي جامعه ودكتوراه ومش عارف شو. الفن الوحيد اللي بتحس كل يوم لسه فيه عايزه تدي اكثر، لسه بدك تعطي اكثر. فانا لي 4 سنين بالفن الحمد لله، يعني حاسه في شغلات كثير حلوه صارت بحياتي، تعلمت كثير شغلات حلوه. يمكن هو الإحساس وحبي للفن يعني. أنا دارسة دبلوم إدارة طيران يعني إشي تاني عن المزيكا، بس أنا بحب المزيكا كتير وأنا بحسها ماشية بدمي ومش قادر أستغني عنها. فمشان هيك تلاقيني بشتغلها بإتقان يعني. وصوتك يعني تستغني عنها ليه؟ بشتغلها بإتقان. أنا أول إشي أنا حابة أهديكم كل واحد الله يعني. النهاردة ليلة حب يعني. بليز حياتي ألف شكر. الله 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 خلاص الله الله انا دخت. نسمع ايه من ديانا؟ تحب تسمع ايه يا حبيبتي؟ اللي هي عايزه تغنيه، اللي هي نفسها تغنيه. نسمع منك ايه؟ انا سمعت انه انت حابب تسمع شيء قديم. بحب ام كلثوم. بحب ام كلثوم. طب حنقول ميدلي لام كلثوم. الله يلا يا حبيبتي. امتعتينا والله يا ديانا. الله يعني شايفه قد ايه استاذ عمر كان مبسوط. ايه رايك؟ غنمة حب حبيبي. الحب عذاب. الحب عذاب. ايه العذاب اللي فيه؟ اصل اللي ما تعذبش ما يحبش. انا اكتشفت الحكايه عشان يعني الواحد بيعرف انه بحب لما يحس بالعذاب. لو ما حسش بالعذاب يبقى ما فيش حب. عذابه حلو. عذابه حلو. العذاب الحلو بتاع الحب. عذاب الحب احسن من اصل عذاب ما بيوجعش الجسم، بيوجع القلب كده. طب انا عايز اسال سؤال فني. ديانا يعني لما المطرب لازم يعني لو انت بتغني اغنيه فيها حب، لو انت في الوقت ده تكوني بتحبي، بتطلع الاغنيه احلى ولا مش بالضروره؟ تقريبا بتطلع احلى. طبعا. بس انا دايما يعني بحب اعيش يعني لازم القصة. لو انت مش يعني عايشه لازم اخلق انه انا تخلقي نفسك يعني تعيشي في الخيال يعني. ممكن نعمل كنترول على كل شيء بجسمنا الا القلب. إلا القلب. يعني مثلا لو انت في حاله حب تمثل احلى ولا مش شرط؟ لا مش انا بمثل الشخصيه اللي بعملها يعني، مش ضروري اكون انا بحب شخصيه. لا مش لازم تكون بتحب الشخصيه اللي بتمثلها، الشخص لكن انت لازم الشخص اللي انا بمثله غيري انا. فعنده احساسات مختلفه. فلو انا هعمل كل حاجه باحساسي انا بس ما اعملش الدور، اعمل نفسي. ايه اكتر شخص في الافلام بتاعتك العربي مصريه كان قريب من عمر الشريف؟ لا ما اعرفش بقى، ما اقدرش اقول لك. لا بس ما اقدرش اقول لك. عارفه الواحد ما بيحبش يفتكر انه هو عمل حاجه زي نفسه. يعني التمثيل بيحب الواحد يبقى مستخبي، يبقى عارفه الممثلين بيكسفوا مش 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 شجاع يعني كده. فالتمثيل بيخليهم يستخبوا ورا شخصيه تانية مش هو. لو حس ان هو يتكسف، لكن فبحس ان هو شخص تاني فما فيهوش كسوف بقى خالص، بقى بجح يعني. الواحد يبقى يقدر يقول اي حاجه ما دام مش انا. لكن لو حسيت ان انا هتكسف اخافك امثل، اخاف اقول الاحساس بتاعي انا شخصيا. المطرب العكس يعني لو هو متاثر والاغنيه دراميه تزيد حلاوتها؟ هي بتزيد حلاوتها. طبعا لما يكون بحاله حب يعني اكيد بتزيد حلاوتها، لانه اصلا ما بيختار الاغنيه الا ما يكون حاسس فيها، يكون حبيبها. يكون حبيبها فاوريدي حيغنيها حلو. فكيف لما اذا بكون بحاله حب؟ فيها تمثيل. الغنوه كانها روايه بحالها. صحيح. لمده قصيره. يعني يبقى دقائق. فيلم بحاله او مسرحيه بحالها في 3 دقائق او 5 دقائق او 10 دقائق حسب طول الغنوه. دي قصه من اولها لاخرها بتتقال وبتتمثل في نفس الوقت بتتغني. احنا عمرنا ما سمعناك بتغني خالص. من قلت له قبل شوي تغني معاي. بتغني؟ بغني بس بره، ببقى مش في مصر. ليه دايما انت برضه في القصر؟ لا بتكسف يعني. لا بتكسف. لا بتكسفش والله. انا اقفل الكاميرا. لا بس يعني ما غنيش. لا ما غنيش دلوقتي، لكن بغني اوقات كده بالليل خالص كده. طب ما احنا بالليل يعني الساعه 1 الصبح كده، 2 الصبح اقوم اغني والله. اقوم من النوم. طب ما ندندن كده والمايك. لا ما بعرفش. ولا مساعده صديق من ديانا. لا يا حبيبتي لا مش هغني. لا نجرب كده مع الفرقة. لا يا حبيبتي أرجوك. لا مش هغني. لكن هو متذوق على فكرة جدا يعني. لا طبعا كل واحد وشغلته يعني. أنا مش مطرب. إيه السؤال اللي تحبي تسأليه لأستاذ عمر يا ديانا؟ يا حبيبتي
ما في إشي أنا مش قادرة أحكي يعني. كويس كده حبيبتي. لا طبعا يعني هو استاذ كبير مش عارفين ايش بدنا نحكي يعني. انا لي الشرف بقول لك انه اكون معاه اليوم يعني، والله يطول بعمرك وتضلك عن جد ملك الحب، لانه احنا بناخذ منه. ايه اكثر فيلم عجبك وتاثرتي بيه لعمر الشريف؟ انا بحب اكثر شيء الافلام الغربيه اللي عملها، بحس عن جد بحب يعني ورومانتيك كتير كتير، وانا كتير رومانسيه، انا برج العقرب ورومانسيه كتير وبحب الافلام اللي فيها هيك. طيب نسمع حاجة ثانية من ديانا؟ يا حبيبتي من عناي، أنا أكون أسعد أسعد شخص. أوكي. بس سمعينا. اللي هي عايزة تغني اللي هي عايزة مش حفرض عليها حاجة. خلاص هي تطلب من الأوركسترا ويعملوا لها شايفة الرقة، محدش يفرض عليها حاجة. أصل وهذا قليل الذوق. قبل ما نودع الفنان عمر الشريف لأنه عنده ارتباط وارتباط مهم جدا بفيلمه الجديد، بس تقول لنا أولا إحنا هنقدم لك جايزة. أيوة. بس أنت الأول قبل ما نقدم الجايزة دي لأنها جايزة الجمهور. أيوة. عايزين نعرف الفيلم ده إن شاء الله هنشوفه إمتى؟ إحنا هنبتدي تصوير بعد يومين، وإن شاء الله هنصور لمدة 10 أسابيع بإذن الله، وحيطلع غالبا يا إما في الصيف يا إما في أول الخريف كده تقريبا. إحنا عايزين يعني الفيلم يطلع حلو، وإن شاء الله السيناريو جميل جدا، من أحلى الحاجات اللي قريتها في حياتي واللي أنت شفتها، يعني أعجبت إن أنت ترجع وإنت وعادل إمام. أعتقد هيبقى فيلم ضخم وناس تانية. وليه الحظ إن أشتغل معه، كان نفسي يعني الحقيقة أقول لك الحقيقة أبدا طول الوقت كان نفسي أشتغل معه طول عمري. وكان نفسي أشتغل مع الأستاذ أحمد زكي الله يرحمه، وما لحقتش يعني ما لحقتوش، فمش عايز أضيع الفرصة دي خالص. طيب هنرجع نشوف مع بعض جايزة الجمهور ونسلمها هنا للفنان عمر الشريف. مرة تانية رجعنا لكم، ومرة تانية بنحتفل معاكم في القصر بعيد الحب، وفكركم ان شاء الله ابتداء من الاسابيع اللي جاية هيعود برنامج القصر معاكم على الهواء مباشرة. بجد انت منورانا حياتي، وحنفتقد عمر الشريف. شفتي قد ايه فنان جميل وبسيط وتاريخه، محب للفن جدا يعني. صحيح، محب وحساس كتير، يمكن هذا اللي تميز فيه أستاذ عمر الشريف، والله يطول بعمره بس ضل يعطينا حب يعني. كان نفسنا يحضر معنا طبعا العشاء، لكن هو صحيح. مرتبط بعمله، على فكرة بينام بدري، فاحنا طبعا عايزينه يعني. مش عايزين نتقل عليه يعني، لكن احنا طماعين بقى معاكي ونسمع كده غنى وتكلمينا عن الغنى. قوليلي الأول يعني أنت دلوقتي بتيجي من الأردن، بتنتقي ألحان، بتتعاملي معظم صحيح. تعاملاتك دلوقتي مع ملحنين مصريين وشعراء مصريين، بتفكري إزاي؟ بتعملي إيه دلوقتي؟ خطتك عاملة إزاي؟ يعني عادي زي أي ورشة عمل بتصير يعني، بس أكبر ورشة عمل بتصير أنا عندي بالنسبة لي بمصر، طبعا من الناس المحترفين فنيا، كان شعراء او ملحنين، فبحب اتواجد اكثر شيء في مصر لالتقي فيهم، وبعد بسمع يعني اكيد بسمعوني احلى شيء او بنصحوني انه هذا اللون ستايلك او هذا مش ستايلك، فباخذ النصائح منهم يعني اكثر شيء. انا شايفه كمان ديانا انت صوتك وصوتك طربي ومميز. صحيح. ودخله على منطقه للمطربات المحترفات يعني. صحيح. لو احنا بنقول اسماء كتير قوي اللي هم اصحاب الصوت الاصيل والصوت الطربي، يعني هي منطقه العدد مش كتير ولكن اصعب، بنعدوا على الاصابع يعني، ولكن منطقه صعبه. صحيح، هن يعني نجوم كبار لهم يمكن 15 20 سنه بالفن يعني، بس وعلى الإمكانيات إحنا عم نحاول نقدم ستايل جديد، بس برضو ما ننسى إنه إحنا عنا صوت، عنا غنى، فمنحاول نختار الأغنية الحلوة الخفيفة بس بنفس الوقت فيها غنى، لحتى يبين إمكانيات الصوت الموجودة عند كل واحد يعني. هتسمعينا إيه؟ هنقول وبدأت أعيش من ألبومي. أقول لمشاهدين قد إيه أنا وإنتي بردانين؟ يا جماعة برد كتير، بس احنا الجو مش برد، بس الحب حب الحب بيدفي والورد الأحمر يعني. أكيد. طيب يلا عيش. الله الله الله، ميرسي. ثانك يو، ميرسي. الله يا ديانا، ميرسي يعني حياتي. برودة الجو بس حلاوة صوتك كده يعني حبيبتي. دفتنا يعني حياتي حبيبتي. خليني عايزة أعرف منك يعني، مثلا كل حد يعني بتحلمي ايه؟ غنى؟ بتحلمي انه ممكن يبقى فيه مشوار في التمثيل، مسرح؟ يعني
احلامك رايحه لغايه فين؟ لا احلام كثيره، اذا بدنا نوقف على الاحلام، احلام كثيره. انا بحب التمثيل كثير. انا حاسه وانت بتأدي كده انه ممكن في حته دراما او حس، لانه كمان التمثيل فيه حس يعني. لازم تعيشي في هذا الدور او تعيشي احساسك. صراحه اجاني كثير عروض سينما بس لسه مش مستقره على اي شيء. انا حابه هيك دور قريب مني كديانا يعني. بالنسبه لاول مره لازم يكون دور كثير قريب مني وقدمه للناس بطريقه حلوه يعني. تقدم وحابه يكون رومانس يعني. رومانس هاي يمكن شخصيتي، حابه تقدم للناس هيك. كلميني عن شعبيتك في الأردن يعني. هل هم من ساعة ما ظهرتي وأنا حاسة أن أنت يعني حابين وجودك وحابين أن أنت صوت جميل قوي بيمثل الأردن؟ أكيد طبعا. التواجد إزاي؟ عامل إزاي؟ هل مثلا نفسهم برضو تغني حاجة فيها اللهجة نفسها؟ صحيح. أكيد بلدي الأردن يعني. بفتخر أنا بنت الأردن يعني. أكيد فرحتهم فيه كتير كبيرة. وأكيد داعمين أساسيين رسميين طبعاً. داعمين دايماً رسميين لإلي يعني، إن كان تلفزيون إعلام والبلد إجمالاً يعني. الحمد لله. حفلات بعمل طبعاً أكيد، ولقاءات وصحافي وكل شيء. بالنسبة للأغاني الأردنية، أنا قدمت أغنية أردنية بألبوم بس يعني لسه ما يعني في لسه أغاني ورشات عمل على الطريق. حاجات على الطريق، شغلات على الطريق كتير إن شاء الله حتشوفوها قريبا. شكلنا جوعناكي صح؟ شوف كده شيف، بصي ريحة الأخبار. الريحة يا شيف، الريحة. أنا عاملها مفاجأة النهاردة جامدة قوي يعني. إيه الأخبار النهاردة؟ تمام. النهاردة في جمبري وفي كاليماري سمون فامي وبطارق. عموما احنا هندوق وهنكلم فنان عمر الشريف نقول له ايه انت عملت ايه. ده فاتوا فاتوا بقى غصب عنه يعني، فاتوا نص عمره، فاتوا عمره كله والله. هنبعت له على البيت يعني. اوكي. نسمع ايه منك؟ ايه الاغاني الحب اللي مش لديانا بس لما بتسمعيها بتاثر فيكي؟ كل شيء قديم يعني. كل شيء قديم فيه احساس الحب بحبه يعني. ايه دايما ساعات الواحد لما بيبقى فرحان مبسوط في حاله حب بيبقى في مقطع معين، كوبلي معين بحب يغنيه او لاغنيه لحد معين زي إيه؟ يعني اول شيء انا بغني يمكن من اغانيه فيها الحب لانه يمكن انا بكون حسيتها اكتر يعني. ثاني شيء بحب طبعا اغاني عبد الحليم اللي فيها كلها حب ورومانسية. طب ما نقول كده حاجة، مقطع كده من الحاجات القريبة لقلبك انت يعني. انا بحب صراحة اسمر يا سمراني. طب حلوة، بحبها كتير كتير كتير. وانا بحب السمر فعشان هيك خلاص حسنين حيتبسط فيها. يا حياتي مش محتاج اسمع حاجة والله. يا حياتي حبيبي. طب ايه رأيك في اسمر يا سمراني؟ تسمع؟ بس انا بحب السمر يعني. طبعا طبعا. وانا بحب البيض. اسمع اسمع يا سمران. في مثلا مشاريع جايه، في حفلات، في البوم؟ كلم انا ما اتكلمناش على الالبوم. ما تكلمنا. انا بعمل سناجل. انا عندي سنجلايه. سنجلايه سنجلايه يعني اغنيه واحده. اغنيه واحده هي بمناسبه عيد الحب يعني، حتنزل اليوم عيد الحب ان شاء الله. وبعمل سنجلاية تانية للصيف وعم نحضر بمشروع ألبوم يعني. لسه عم بسمع من ملحنين وهيك. وأنا يعني قبل يومين ثلاثة عملت أغنية للمنتخب المصري بمناسبة الفوز. طبعا بقول لهم ألف ألف مبروك. أنا يعني أي برنامج طلعت بهالفترة باركت لهم على الفوز لأنه إحنا لسه عموما فرحة لسه يعني. الفرحة موجودة صحيح. وتفرجتي على الماتش كمان هنا فتأثرتي أكتر طبعا يعني. لأنه هو إجا الموضوع قبل الماتش يعني. أنا إجا الموضوع يوم السبت عملنا الأغنية وضليتني لتاني يوم وعرضناها. وبقولهم ألف ألف مبروك. هي كلمات خالد أمين وألحان وتوزيع محمد رحيم. بشكر طبعا كل الناس اللي وقفت معي. وبس نحضر الألبوم. عم بسمع من رحيم، بسمع من وليد يعني، عم بسمع من أكتر من حدا. طب أغنية الفالنتاين دي عايزين نسمع. أغنية الفالنتاين؟ لا أنا مش حدندلك إياها بس أنت حتشوفوها مفاجأة لأنه هي أغنية ليبية. أغنية ليبية عملتها دوت أنا ومطرب ليبي اسمه أيمن الهوني. طبعا هي الأغنية رومانسية بس فيها ستايل الليبي التكنو شوي سريع، وهي إخراج عثمان أبو لبن. فلسه هتخليها لنا مفاجأة يعني. خليها مفاجأة عشان نشوف اللوك الجديد، نشوف هيطلع إيه يعني. في تغيير فيها في تغيير في الشكل يعني.
طيب عايز اسالك عن يعني برامج التلفزيون الواقعي زي اللي موجوده، وانت واحده من البرامج يعني انت تقدمتي في برنامج من البرامج وقدرتي ان انت تطلعي بشكل حلو والناس حبتك وصوتك ما شاء الله موهبتك كانت سابقاكي، يعني هل تفتكري ان البرامج دي فعلا ممكن بعد فتره انتشارها وتواجدها تقدم لنا مجموعه من الاصوات تبقى هي نافذه ايضا جديده لاصوات؟ طبعا هاي فرصه يعني لما يكون في صوت حلو كتير مرات بيتعذب انه يروح شركات انتاج وانه اسمعوني او ممكن ينتج لحاله اشي خاص وينزل بالسوق ولسه بكون اسمه جديد، ومنافسة كمان يعني في عدد كبير. فانت لما بتدخلي برنامج كل الناس كل الدنيا عرفتك بدون ما يكون عندك اغنية او سينجل زي ما صار فيه. يعني انا دخلت سوبر ستار قعدنا تقريبا سنة الا تقريبا خلينا نقول بكل المرحلة الاولى والثانية والثالثة، المرحلة الثالثة كانت 7 أشهر متواصلة. فناس تعرفت علينا، تعرفت على اصواتنا، حبتنا، في ناس ما حبتهم، عطتنا لقب. اللقب هذا اللي كان مسؤوليه كثير كبيره على 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 هاد يعني على هدول البرامج بكون عندك مسؤوليه كثير كبيره، الناس حبتك فما بعد السوبر ستار، فالناس عايزين بقى كل شويه بيفكروكي ايه اللي هيحصل. فكتير في برامج شفناها ما كانت في استمراريه كتير للناس اللي طلعت من بعدينا وبعد بعدينا واكثر من برنامج. يعني انا بعد سوبر ستار انا شفت 6-7 برامج فيها عم بتقدم اصوات، بس للاسف انه ما شفنا استمراريه حلوه لهدول الناس. في منهم كملوا، في ناس ما اخذ لقب وكمل بالمجال الفني وعمل، وهي شغله بترجع انه اعتقد كمان هي رجع انه كمان اللي تقدم الموهوب يعني صحيح يجد الفرصه بيفضل صحيح موجود لانه هو موهوب بس صحيح كان محتاج قناه شرعيه يظهر صحيح من اللي يبين. فاكره اليوم غنيتي ايه اول يعني اللي هي لجنه القبول بقى في الدخول؟ فاكره غنيتي انا دخلت قلت لهم هالرأى الحب وسكارة على طول يعني ما مزحت على طول. بناخد دي وبعدها نروح نشوف شيف حسنين عامل ايه. يلا ناخد الأغنية دي وبعدها كنت خايفة كتير في وقتها. لا ودخلتي بأم كلثوم دخلت على طول. قال لي شو حاجة تانية معاكم، احنا دلوقتي ضيوف عند شيف حسنين، ايه رأيك في المطبخ بقى بتاعه؟ تحفة صراحة، رومانسي مطبخ رومانسي. كل سنة وانت طيب يا شيف. حبيبي طيب يا شيف، وعودة جديدة. وانا عايز احط اتفضلي. ها قول لنا بقى شكلك طباخه ماهره. ما تشوفيني بالمطبخ. وانا بحط الجمبري. طب انت ليه عامل بقى جمبري صمام والحاجات دي؟ عشان انا بحبها. انا النهارده عشان معانا ديانا عايز اعمل كل حاجه في الدنيا والله. يا خرابي والله. يا خرابي. وقاعد بقى تسمع الصوت والاغاني انا ما عرفتش اشتغل النهارده صراحه من الصوت الجميل دوت. طب كلمنا انت عامل ايه النهارده؟ النهارده انا عامل صمام فامي وعامل بطارق بزيت الزيتون وعامل لها جمبري جريلد مع الكاليماري مع صوص البتر ليمون بتر صوص. طيب يعني حاجات كمان كويسه ما تتخنش ولا اي حاجه. انا بحب الجمبري فعشان كده انا بعمل لها جمبري سبيشال اهو النهارده. وشكلنا هنعيش لسه بقى، هنقطع سلطه ويعني قاعدين يعني. انا عامل لها السيمون ده السلط واخبار حضرتك كابي تايزر هو والبطارخ. ده انا بتطبخي في البيت؟ بجد. بتعملي ايه بقى؟ بعمل منسف ومقلوبه مقلوبه انا بحبها فيها باذنجان ورز ومسخن وانا بحب السبايس كتير. ممكن اعمل كلمة شو اسمه تشيكن مع شيء سبايسي هيك بالكاري مثلا او مع كرونه مثلا بشاميل او شيء. بتحبي ايه في الاكل المصري؟ يعني لما تيجي مصر بتقولي احب اكل ايه؟ في شغله مش عارف شو اسمها، الرقاق. رقاق بحب الرقاق جدا وبحب الملوخيه طبعا. ملوخيه ورز وكده يعني. ملوخيه اسكندرانيه. ملوخيه اسكندرانيه بالجمبري. لا اسكندرانيه ولا بورسعيديه؟ الملوخيه اللي بالجمبري اخضر. هي اسكندرانيه. اسكندرانيه. خبرتي بعيده بقى عن الملوخيه اللي بالجمبري. هي اللي معلماني الحركه دي عشان تبقى عارفين يا جماعه. مين اللي معلمك دي؟ خلاص نقولها ولا خلاص عيب عشان الهوا. احنا الهوا. اوكي. عايزاكي تكلميني، انا سمعت انه كان في الاردن من فتره مسيره للسينما الاردنيه، احكي لي المسيره دي كانت. هي مسيره عملتها مخرجه اردنيه عنا اسمها غادة سابا، جل تحيه. غادة حابه كانت تعمل شيء في الاردن يكون في انتاج سينمائي في الاردن، فعملنا مسيره لدعم السينما الأردنية، وإن شاء الله يا رب إنه لقدام تدخل السينما الأردنية بالمجال
السينمائي يعني زي مصر مثلا قديره بافلامها يبدا في حركه للسينما جميل. ميرسي. هتدوقنا ولا مش هتدوقنا؟ يعني شوفي هو هيعمل احلى اكل ما دام في غنى و... مزاجك شيف لما يكون مش قوي. لا لما يكون مش رايق بيطلع الاكل معك زاكي؟ لا ما يطلعش زاكي خالص. بس احنا معذبين الفرقه ما شمين الجمبري والحاجات واحنا هندوقوا ما تخافوش هندوقهم انا هدوق ليه هدوقكم الاكله الرئيسيه في الاردن منسف اللي هو رز ولحم رز ولحمه وجميد هو هذا الجميد جميد اللي هو جوز هو ما بعرف هو لبن فيه بهارات اوكي وبنحط معاه رز ابيض او رز هو اقرب للاكل العربي يعني اكتر يعني اكل عربي طبعا ولازم يتاكل بالايد كمان ما بتاكل يعني اقرب لاكل منطقه الخليج يعني صحيح. الرز والكبسه والحاجات دي صحيح. لكن اكلات البحر بالنسبه لكم مش موجودة ولكن مش موجودة. رئيسية مش رئيسية مش رئيسية موجودة بس مش رئيسية هي المنسف والمسخن والمقلوبة هاي أكلاتنا الأردنية المعروفة يعني طب شفتي بقى وحطلك الجمبري وحطلك طب وردة على جنب مثلا شيء أنا هاي الوردة جايبتها لإلك على فكرة أنا عاديها هديها لك هدية وانت ماشية لا 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 أنا ديانا ما كلمينا شوية مين في البيت عندك صوته حلو أكيد الصوت ده أمي وأبوي أنا لسه بقول أكيد في وراثة في البيت أبوي فنان يعني بازف بيز كيتار وصوته حلو بس هو ستايل غربي وماما صوتها حلو حلو كتير كتير فما تصور يعني بتقعد بتدندن لحالها مرات في البيت و... إيه أحلى حاجة ماما بتغنيها؟ ماما بتحب برضو الست بتحب أم كلثوم ويمكن أنت تأثرتي بيها هي كانت بتغني في البيت كان كتير بتغني ودايما بتقولي ما كنت تنامي إلا على صوت الراديو كان في عنا راديو هيك صغير كان طول ما انا نايمه تحط صوت الراديو بس تطفي الراديو اصحى من النوم ليكي اخوات عندي اخ اكبر مني وتوينز بنات اصغر مني 17 سنه وفي صوت برضه موهبه ولا مواهب طبعا طب ده حاجه حلوه يعني صحيح. العيله فنيه يعني في غنى في بيت ديانا في البيت يعني صحيح خلاص احنا بنقول لهم كمان اذا كانوا هم سامعيننا كل سنه وهم طيبين أكيد. وحاجه جميله يعني أكيد. احنا استمتعنا بيكي جدا وليله حب حقيقي جميله نورتينا بداناها مع النجم الجميل فارس الرومانسيه عمر الشريف صحيح. مره تانية بنقول له زمان وصل البيت دلوقتي بنقول له كل سنه وهو طيب وبجد نورنا وحشنا جدا نورنا جدا وانت نورتينا ودايما الى الامام وان شاء الله يبقى وش القصر حلو عليكي اكيد انا بشرفني عن جد يعني قصر بجد وبشكر الفرقه الموسيقيه وبشكرك شيف وبشكرك بجد فرقه دكتور علاء نورتنا النهارده في القصر وعملوا جو جميل بشكر المخرج وكل الناس الموجوده وبشكر علاء التونسي محمود مرشد وعلاء التونسي ومحمد عاشور بشكرهم كتير وبس لا حاجة جميلة احنا عاوزينك تدوقي بس طمعانين قبل ما تنزل التترات نغني فتدوقي ونغني ناكل ونغني ولا نقول للناس الاول طب يلا نعمل عشان عيد الحب كل سنة هم طيبين حاضر. عيد وانت الحب طيب. الدنيا بخير انا بحب تقول لي مين كل سنة وانت طيب يا شيف اقول لي امي طبعا كل سنة وهي طيبة الله يخلي لك يا وبنتي امنية وزوجتي وكل الناس كل سنة وهم طيبين بخير وبحب وسلام ومن بابا الماما الأحمد في العراق كل سنة كل سنة وكلكم طيبين القصر هيفتح أبوابه إن شاء الله ابتداء من الأسبوع الجاي منتظرينكم وهتشوفوا معانا مفاجآت كتير ما تروحوش بعيد عن القصر نخدم بإيه يا ديانا خلاص سبيشال أكيد لكل الناس حلوة جدا يا شيف ثانك يو كتير سلم إيديك هتدوقوا والله يلا